فيكم اليوم رح ابدا بالاول بالفروج. اكلتي هي كبسه، بس الفروج بدي اقليه ما دقس الاول، بدي اشوي. اول مرحله بدي نتبل الفروج، بدي البسه بالطحين والكعك المدقوق. اول شي باخذ الدجاج المتبل، باول شي بحطه بالطحين لينشف من السائل الماء، بعدين بغطه بالبيض، برجع بغطه بالطحين، بعد الطحين بغطه برجع بالكعك بالأصمات. وهيك تبلت صدورة الفروج وتبلتهم بالكعك والطحين بالأصمات، وهلا بدي اترككم لابدا اساوي الخضرة تبعت الكبسة. هلا بدي اقلي بصل وثوم بزيت، تحبوا سمنة تحبوا زيت زيتون. اول شي رح احط بهارات الكبسة، احنا بسوريا منجيبها جاهزة هيك، نحط بهارات السبعة، رشة قرفة صغيرة ما نكتر، رشة ملح، رشة بابريكا مثل حمرا يعني مدقوقة، ومنحرك. رح احط بصل بودرة، هاد بيعطيه طعم غير هاد البصل اللي فرمته. رشة ثوم بودرة. هلا بدي اضيف الفلفله الخضراء، الفلفله الحمراء هلا نحن بالموسم ما في، رح احط لها دبس فلفله. انا رح اطبخ هذا رز الكبسه، هو رز له ماركه يعني، هو خصوصي للكبسه، رح اغسله وعلي عليه على النار. هلا لازم اقليهم، بوطي تحتهم بعد ما تكون النار حامية، بوطي تحتهم ليستوي قلبهم. هلا طبيت الرز فوق التبلة اللي قليتها، هلا بشعل تحتهم على الواطي لبعد ما تنشف ميتهم. وهون عم بقليهم للفروجات المتبلات. اوكي استوى الرز الكبسة مع الخضار، رح اسكبه. هيك البركة سكبناه، وهلا بدنا نحط عليه اللحمة الفروج. وهيك غدانا صار جاهز. ترتيب الصحن ممكن يفتح الشهية بالألوان الحلوة. وهيك صار وجبتنا جاهزة ومرتبة، اشتهيناكم، وكتير بسيطة وسهلة، ومع هالمخلل اللفت هلا وقته لون كتير حلو وطعمة. وهذا طبقنا الأساسي اللي هو كبسة، بس اما الفروج له مشوي وله مسلوق، هو مقلي بطريقة البروستد. هاي كتير بتطلع طيبة وزكية بالبهارات والنكهات الحلوة. خلوكن معي وتابعوني ليصلكن فيديوهاتي، شغلوا زر الجرس ولا تنسوا اللايك. باي باي.